بسم الله، السلام عليكم. انا ام ديال تلميذين معاد وماريا اللي كيقراو في واحد المؤسسه تعليميه هنا بالناظور. حنا مشينا ليها وحنا كيحسب لينا غادي نلقاو فيها غير كل ما نتمناه. بغينا ما بغينا منها والو، بغينا غير وليداتنا يقراو ويكون معاملتهم معامله حسنه. العام اللي فات قراو وليداتي، داز كل شيء على امان الله. علاش؟ هاد الوليد قرا عند استاذات كنشكرهم وكنشكروا فضلهم، والبنيه قرات في لامويان هكاك. عمرنا جينا عمرنا تشكينا. هاد العام كنتصادفوا بان البنيه الصغيره ديالي كتمشي لاكروند، كتجي عند جوج استاذات. هادوك الاستاذات ديال لاكروند كل مره كتجي البنيه ديالي، ماما راه نتفاتني، ماما ضرباتني، ماما غير طاح لي القلم بغيت نهزو، جرتني من الشعر ديالي. انا اش كنقول؟ كنقول لبنتي لا ماما، راه هذيك استاذتك معليش، راه تبغي لك غير الخير، راه باغا ما كنبغيش نكبرها متعنيت على الاستاذ ديالها. كنقول حنا نربيو باش نعاونوهم، اذا بي اصطدم بعد مرور دوره كامله. ومني كنمشي عندها كتقابلني بواحد الوجه اللي يستحيل انني نشك فيها، وليت كنشكك في بنتي. واحد الوقيته البنت ديالي ولات كتقوم بشي تصرفات اللي تاروا الريبه ديالي انا، ولات كتشد العصا وكتبقى تغوات وتهضر، ولات عنيفه عدوانيه بعد ما كانت شخصيتها يتمنى اي اب ان بنته تكون هكاك. كتضرب كتعنف، ولات كترجع حتى من في الليل، ولات تبول. سمحوا لي، ولمني انايا جلست مع راسي واحد النهار كتجي عندي بنتي ماما بغيت نقول لك واحد الحاجه. تلاقوا لي ماما، قالت لي عرفتي الاستاذه والمعلمه؟ قلت لها اشنو؟ قالت لي لا لا صافي صافي ماما. قلت لها علاش؟ قالت لي غتمشي لهم. قلت لها واه بنيتي تمشي لهم، علاش ما مشيش؟ لا لا ما تمشيش ماما ما تمشيش. مني انايا جلست مع راسي بقيت نقول هذا الشيء ماشي نورمال. مشيت لعند الاستاذه وقلت لها بنتي شنو كاين شنو كاين، كيضحكوا ما على بالهمش. صافي مني ديك البنيه مشيت لعند المديره وطلبت منها انني نحول بنتي. قالت لي اشنو السبب؟ قلت لها انا ما باغا نقطع رزق حتى واحد. وقاموا شي استاذات تما كاين وشي وحدين خارج المؤسسه وقالوا لي شي حوايج كتعرض لهم بنتي، انا ما كانوش في العلم ديالي، ولكن ما قالوهمش ليا بالحده اللي من بعد غنعرفها. ملي مشيت قلت نراعي الله في هاد الاستاذه كيف ما كان الحال. قالت لي المديره شنو كاين؟ تاخذوا ضدها شي اشراف؟ قلت لها لا استاذه، انا ما باغش نقطع الرزق ولا عيش ديال شي واحد ويبقى تنوبوا عليا حياتي كامله، حولي لي غير بنتي وصافي. قالت لي صافي متاكده؟ قلت لها صافي. ملي خرجت مشيت، مشات بنيتي عند معلمات اخرين في الفوج الاخر، كانت معاهم مزيانه شويه البنيه، كيقولوا لي هاد البنت عندك راه ماشي نورمال، هاد البنت عندك ماشي نورمال. ملي بديت كنبحث وكنسول، كنصطدم بواحد الام كنتلاقى معاها جايه غادا تشكي على بنتها كتعرض لواحد العنف بدرجه كبيره، كتنتف كتتجر. ملي جيت بنتي قلت ليها ماما راه صاحبتك سيرين اش كيوقع لها واش كيوقع لها، بدات كتبكي وتقول ماما انا راه بحالها، انا ماما راه كتوقفني حدا الباب وكتقول لي هزي يديك وهزي واحد الرجل حتى كنعيا ونبدا نبكي، وكنقول لها عافاك بارك عليا. كتقول لي بقاي تما، ومني كنبغي نمشي لبلاصتي كتجرني من شعري، وبعد المرات كتنزلني من الطبقه الفوقانيه الطبقه التحتانيه من شعري، وكديني لواحد القسم وكيتستغل الظرف ديال ان كلشي كيكونوا سادين اقسامهم كيقريو، وكتسد عليا وكتخليني نبكي ونغوت حتى كنبغي نموت بالبكاء عاد باش كتجي تعاود تطلعني من شعري. مني سمعت انا هكاك نمشي لعندهم الاداره كنقول لهم شنو كاين شنو كاين، كيقول لي صافي حنا حولنا ما قعدنا شنو اخر نديرو. قلت لهم هاد الاستاذه راه ما يصلحش على اسم ديال المربيه، راه خصكم تحيدوها. انا لا بنتي حيدتو من تما، كاينين وليدات الناس اخرين حرام، انا راه ساكت وعني حقي شيطان اخرس، هذه تاخذوا ضدها شي اجراء. قولوا لي كيمشيو نعاود ما خداو حتى حاجه. الام الاخرى اللي تلاقيتها حتى هي كتقول لي رانا مشيت وعاودت والو. مني استحلت معاهم الكلام وداكشي تقمنا بشكايه للنيابه، مشينا عند السيد النائب الله يرحم الوالدين ديالو، خدا الشكايه ديالنا بعين الاعتبار، صيفط ليهم لجنه. هذيك اللجنه قاموا استدعوا ليها الاستاذات، قاموا بالتلاعب وادعوا انها موقوفه عن العمل. ومن بعد كاين مني حنايا قالوا لينا وصلتنا الاخبار بان شنو كاين شنو كاين، مشينا عاود شكايه اخرى بان هذيك الاستاذه راه غير موقوفه على العمل، وعطينا الدلائل ديالنا. مني عاودوا صيفطوا ليهم طلب بالاجتماع ديال هذوك المربيات بحضور اولياء الامور ديالهم باش ما يبقاش هاد التلاعبات ديالهم، ما يجمعوا ويطلعوا بيناتهم. مني مشينا حضرنا داك الندوه
كانت مزيانه، استفدنا من شي حوايج قالوها، واللي الغريب في الامر ان كاع دوك المعايير اللي تتطلب انها توفر في ديك المربيه ما فيهاش غرام منها. مني سالت الندوه قامت واحد الام توقف هم وقالت لهم بغينا ندوي حنا على حقوقنا، قالوا لا تفضلي، بدات كتهضر، موراها هضرت انا، هضروا امهات اخرين، كانت صدم بانهم كيجروني كيقولوا لي صافي بركه فضحتينا، بركه علينا، صافي بركه علينا، جي عندنا ونديروا معاك، نديروا معاك حل، جي عندنا ونديروا معاك حل. قلت لهم انا الحل اللي ديروه معايا، انا بنتي حيدتها، ولكن علاش والدي كيولا كيتعرض حتى هويا للمضايقات من طرفكم؟ قالت لك وكان هذاك النهار اللي جرات فيه هاد جات فيه هاد اللجنه، ان الابن ديالي نهار قبل منه جا كيبكي وكيقول لك صافي انا عييت، كل مره كينزلوني الاداره، انا كاع الاولاد كيضربوني كنضربهم، كنلعبوا مع بعضياتنا، فين ما تكون شي حاجه كينزلوني، انا ما بقيتش كنقرا، مطلعيني منزليني، وكنقول لي صافي ماما واش مشيتي عند المديره؟ راه المديره بحكم ان المديره انسانه طيبه. قلت لي انا ماما هذيك ماشي مديره، هذيك غير مجرد عامله تماكين كتكلف بالخلاص. قال لي يا ولدي، قال لي يا ماما راه شدتني، شدني الرئيس مع الدخله وهي هي شداتني وقبطاتني في اليد ديالي بالجهد هكا وشد، وقالت لي انت ما مربيش، انت قليل الادب، انت قليل التربيه، انت غنطردوك غنطردوك، وكيبكي وكيقول لنا ماما واش غيطردوني واش غيطردوني، انا عييت كل مره اللي داز يضربني فيهم، اللي داز يضربني. صافي مني وهي تشدو يضربوا بواحد التصرفيقه بالجهد اللودن ديالو. صافي طلع داك الولد في الاستراحه، كيجي ليه ولد الرئيس عاود كيقول لي اجي لهنا نتايا واش ما كتحشمش، كيتعاود يصرفقوا في نفس الاذن، لدرجه ان الولد هذيك الاذن ديالو ما بقاش كيسمع بها. مني مشينا مني جرى هذاك الشيء، الاب ديالو كان غير موجود ما حاضرش، انايا من الولد ديالي ما قال لي هذاك الشيء اون ديتاي حتى مشيت. الغد ما وصل عليا الصباح غير بزز، كنعيط على الاب ديالو كنقول له شنو وقع شنو وقع، تيقول لي حبسي ما تمشيش، انا غادي نمشي نهضر مع هاد الناس بزاف، طرقنا معاهم جميع الابواب، بغينا نحلوا معاهم هادشي بشكل ودي بشكل سلمي، واش ما حتى ما كلفوش نفسهم حتى اعتذار يعتذروا منا، واش حنايا دابا هذا المشكل ساليناه من الصغارين تبناوه ولاو مع الكبارين. مشى كيهضر معاها، مشى عند المديره نيشان، قال لها استاذه اجي الله يرحم باك معايا، انا بغيت نهضر مع هادي، بغيت انا غير نفهم واش هادي متكلفه بالامور الماديه في هذه المؤسسه ولا اطار تربوي، شنو محلها من الاعراض اللي انا تولي تشد ليا ولدي وكتعنف ليا فيه، هادشي حرام وهادشي ما يمكنش. وهي هي وهي تقول لي انا ما درتش، كتنفي وكتزيدها بالكذب. قالت لي قال ليها واش الولد غادي يكذب عليك؟ قال لها شوفي من هادشي كاع كامل انا ما كنتسنى انك تقولي لي اه لا تقولي لا، انا اللي جاي كنطلبوا منكم هاد النهار هو الولد ديالي ما تبقاوش تنزلوه للاداره، هاد الولد الا دار شي حاجه عيطوا عليا خمسه دقائق فين ما كنت نجي، ما كانتش تجي الام ديالو وتنزل معاه ونفكوا هذا المشكل. انا ماشي ضد انني نتعاون معاكم، انا مستعد نتعاون. واش من مطلوب؟ هادشي اللي كان صافي مني سالينا مشينا في حالنا. هو شنو قال لهاد السيده؟ قال لها هاد الوليدات لو قال لها لو كان عرفتي بحرهم تعرفيني علاش جيت هاد النهار. المطلوب منا هو ان هذيك الاستاذه اللي كتعنف الوليدات الصغار حرام تبقى تما، وهاد المسؤوله اللي لا علاقه ليها لا هي اطار تربوي لا هي حاجه حرام عليها، وبارك عليها من التعنيف وبارك عليها من التهديدات والوعود الخاويه، وما تبقاش تعرض لينا وتقوم بالمضايقات لا لينا لا لوليداتنا. صافي حنا عينا من هاد المضايقات وعينا من هاد المشادات معاهم، وحنا ما كنطلبوا حتى حاجه غير يبعدوا منا ويبعدوا لينا من وليداتنا، ما حنا ماشي مشكل غير وليداتنا، هاد الوليدات اللي ما يهرسوش لهم النفسيه ديالهم. واش هاد البنت اللي عندها 6 سنين مني غادي تتعرض لهادشي كيفاش غادا تكبر؟